عيون جل مغمرات يا حي مركب الذلايل بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا إذن مشاهدينا متابعينا الكرام تواصلنا مستمر تابعنا الشوط الماضي ذهب مع جلمودة ومع شعار ممثل الساد الدائم مسلم أمسلم بن حمد بن متعب أمسلم بن حمد بن متعب العامري من قدم لنا جلمودة سجلت 4:49 تهانينا والناموس انتقلنا إلى شوطنا الرابع بمجموع هذه الأشواط. الشوط الرابع يحمل فئة الأبكار. ننطلق ونتابع صدارة هذا الشوط. والمركز الأول مناورة محمد بن جابر بن هياي المنصوري من يقدم لنا مناورة، بينما ننتقل مع المركز الثاني هنالك اشتعال علي بن صالح بن سعيد العامري، بينما المركز الثالث ثالث الأسماء تتقدم حضور سعيد بن سالم بن عامر العامري، بينما المركز الرابع هذه الواصلة زعفرانة سعيد بن علي بن صبيح بن طناف الراشدي، بينما ننتقل إلى المركز الخامس سمحة مبارك بن محمد بن زيتون المهيري، بينما المركز السادس سادس الأسماء ادهشة سعود بن عبد الله بن دويس الشامسي، والمركز السابع وصلت بهذه اللحظات القادمة ايضا محنة بدر بن عبد الله بن بدر العامري، المركز التاسع من الجانب الاخر ارى هناك الوصول والتقدم من حاملة الرقم 10 اللي هي ايضا القادمة سياقة بشعار سهيل بن سالم بن حمرور العامري، المركز العاشر من الجانب الاخر تتقدم اللي هي ايضا سيوف سعيد بن سالم بن رصاص العامري. هذه النتيجة نداءنا الاول للعشرة الاسماء الاولى للعشرة الشعارات الحاضرة، شعارات أبناء القبائل الحاضرة بهذا الميدان بميدان الساد. مع هذا الانطلاق والاندفاع نعود إلى الصدارة والمركز الأول. القيادة حاضرة سعيد بن سالم بن عامر العامري، شعار سياف اللي تابعناه في الشوط الأول جعدان يعود مع حضور ويبحث عن تسجيل النقطة الثانية بهذا الصباح ليسجل النقطة الثانية بحضور حضور مع الصدارة. المركز الثاني هنالك الغادمة اللي هي زعفرانة سعيد بن علي بن صبيح الراشدي ما يقدم لنا زعفرانة. المركز الثالث هناك الواصلة بهذه اللحظات وحاملة هذا الشعار، شعار ايضا مبارك بن محمد بن زيتون المهيري غادما مع السمحة. الكيلو الاخير وصلنا هذا المنعطف وعبرنا هذا الكيلو مع هذا الاندفاع. المركز الرابع سيوف سعيد بن سالم الرصاص العامري، المركز الخامس تتقدم هناك الفايزة سيف بن سهيل بن خيرة الاعفاري، ولكن نعود الى الصدارة نعود الى حضور. الله 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 حضور يا حضور سعيد بن سالم بن عامر العامري من يقدم لنا حضور. بسم الله ما شاء الله وصل الشريفي الاعفاري بن خيره غادم مع ايضا الفائزه باحثه عن الفوز بشعار سيف بن سهيل بن خيره الاعفاري. الله 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 ياهي معركه ياهو صراع الفائزه في المركز الاول في الصداره وحضور سعيد بن سالم العامري، ولكن الفائزه الله 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 ياهي معركة ياهو صراع. التحدي ثنائي بسم الله
اوه ما شاء الله يا هي معركة المركز الاول سيوف، وهنا ايضا تتقدم الفائزة على الصدارة سيف بن سهيل بن خير الاعفاري بن خير الاعفاري. سلام بن خير، سلام 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 يا سيوف، سلام سلالتي ادهم بالفعل مع ادهم العاصفة. المركز الثاني كانت في حضور سعيد بن سالم بن عامر العامري. المركز الثالث كانت فيه ايضا اللي حاملت رقم 5 اللي هي سمحة مبارك بن محمد بن زيتون المهيري. المركز الثالث زعفرانة، او الرابع زعفرانة سعيد بن علي بن صبيح الراشدي. المركز الخامس اللي هي هجوم بشعار حمد بن مبارك بن دحروي العامري. التوقيت الزمني توقيت ايضا الفايزة 4:48 تهانينا والناموس لمالكي الفايزة اللي هو ايضا سيف بن سهيل بن خيرة الاعفاري، وتهانينا والناموس للسيد سهيل بن سعادة سهيل بن خيرة الاعفاري ايضا الداعم الرئيسي لهذا الشعار. تهانينا والناموس لجميع الفائزين بال